السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادس الابتدائي ملخص الوحدة الثانية، يعني اليونت الثاني، يونت 2 من مادة اللغة الإنجليزية، درس مختصر وهو بمثابة مراجعة وسيحوي المواضيع المهمة فقط. ابقوا يعني. Hello again, hello everyone. I'm Karam. I'm gonna teach you some English. So let's start. Today we have this triangle. هذا المثلث راح نركز عليه درسنا اليوم. كل ضلع يمثل موضوع من درسنا. أول ضلع هو المضارع المستمر، مضارع المستمر. ثاني ضلع هو الصفات. ثالث ضلع هو المعاكسات. المعاكسات ومشتقاتها وياها but وand. Adjective, present continuous و opposites. قبل لا نبدأ بالمضارع المستمر، ركزوا لي هنا على هذا الخط. هذا الخط خلينا نعتبره خط زمني. ناو الآن، هاي كلمة معناها الآن. ناو هذا خط زمني. لنفترض أنت هذا حدث وأنت بالنص. هذا الزمن شو تسمي؟ هسه نجي المضارع المستمر. المضارع المستمر يتكون أساسا من شنو؟ من فاعل، فعل مساعد، فعل أصلي، وing. الing دائما مرتبطة بالفعل المساعد. معادلتها بالإنجليزي هي كالتالي: s subject auxiliary verb ing. الأفعال المساعدة هي is و are. الأفعال المساعدة اللي نحكي عليها واللي هي مهمة، وأكو غيرها هواي بس ما داخلها بموضوعكم، لذلك لازم تعرفون بس ذني، اتركوا أي شيء غيرها. اكو هواي افعال مساعدة ما راح نحكي بهن، راح نحكي بس بذني، ومو كلهن، مو كلهن، بس المضارع منهن. هذا اللي تشوفونه هذا مضارع از، وار از للمفرد وار للجمع. اما واس فهي الماضي مال از، وير هي الماضي مال ار، واحنا ما نستخدم هنا ماضي، بس نريد الاز والار. مثل هاي الجمل: هي از وركينج ناو، هو يعمل الان. ركزوا لي على كلمة ناو، اينما وجدت كلمة ناو فهذا معناه ان الزمن هو المضارع المستمر. اثنين: those men are reading. هسه نجي على those شنو معناها. نجي: those men are reading، هؤلاء الرجال يقرؤون. هسه شعدنا. يستخدم الحاضر المستمر للتعبير عن شيء يحدث الآن وهو مستمر بالحدوث. لنفترض أن هذا شخص موجود عندنا، وهذا الخط الزمني هو حدث. الشخص وين موجود؟ موجود الآن في وسط الحدث، يعني الحدث بادئ ولكنه غير منتهي. فأنت لنفترض أنك قاعد تباوع تلفزيون. الحدث منتهي؟ ما منتهي، لأنك بعدك تباوع تلفزيون. فهذا يسمونه الزمن المضارع المستمر. أنت جاي تسوي الفعل ومستمر فيه، ومستمر فيه. هو هذا الزمن بالتحديد اللي نستعمله is و are، ونضيف إلى الفعل ing. ing نضيفها إلى كل الأفعال بدون أي مشاكل، يختلف عن الإيدي. نجي على المواضيع المهمة. عندنا ثلاثة أفعال. الفعل اللي ما قلت لكم عليه قبل شوية وهو الآم، عفوا الأفعال المساعدة، هو الفعل المساعد آم. الآم هو فعل فريد نوعا ما، وما يجي بس ويا ضمير واحد. هسا نجي ناخذ الإز، يجي ويا ضمائر الهي والشي. الإز يجي ويا ضمائر الهي والشي والأسماء طبعا، ما عدا آم. آم الوحيد اللي ما يجي ويا الأسماء، ما يجي ويا الأسماء. ف is يجي ويا الهي والشي، مثل he is running، he is running. والار يجي ويا they مثل they are reading، they are reading. نجي على الام. الام ويا من تجي؟ تجي ويا الاي، تصير I am مثلا، I am running، I am reading، I am studying. الجملة هنا أنا I am looking now، looking يعني أرى أو looking for، أبحث عن. ف I am looking now. فالأفعال المساعدة هن is و are و am. الآم ليش خليته يعني لما أول شيء شرحت بس ال is وال are؟ لأن الآم فعل فريد نوعا ما، فعل الوحيد اللي ما يجي ويا الأسماء. ف is و are و am ذني ملازمات لل ing.
نجي هسه الشغلة المهمة اللي نستخدمها بالمضارع المستمر، وهي هذه الإشارات الثلاثة، نقدر نسميها إشارات: this, that, these, those. هذين مهم جدا أن تعرفوهن. حسب هذا المخطط هذين الاثنين يستعملان للقريب، وهذين الاثنين يستعملان للبعيد. نجي أفقيا هذين الاثنين للمفرد، وهذين الاثنين للجمع. يعني إذا أريد كل وحدة وحدها تصير هاي this معناها هذا، هاي هي قريب وهي مفرد، هي قريب وهي مفرد. ليش؟ لأنها بخط القريب وبخط المفرد، فصير هي قريب وهي مفرد. بينما هاي ذات، هاي معناها ذلك، وهاي هي بعيد وهي مفرد، يعني للبعيد المفرد، وهاي للبعيد للقريب المفرد. ذيس معناها هؤلاء، هؤلاء، وهي للجمع وللقريب، للجمع وللقريب. راح أوفر لكم هذا الملف مثل الدرس السابق بالوصف تقدرون تأخذونه. وذوس وهي للجمع البعيد، للجمع البعيد. وشنو معناها؟ معناها أولئك، أولئك. باعوا لي هنا على هاي الصور، شوفوا شلون يأشر، شوفوا الإيد قريبة من التفاحة. فشو يقول؟ يقول this this. شوفوا ليش قد الإيد قريبة من التفاحة، شوفوا ليش قد الإيد قريبة من التفاحة. شو يقول؟ this. بينما شوفوا البعد اللي موجود هنا، أنا شوفوا شقد بعيدة، شوفوا الإيد بعيدة عن التفاحة. فشي يقول؟ that that. ليش؟ لأن أكو بعد بين الإيد والتفاحة، أنت بعيد، شي بعيد عنك. ما تقول this، ما تقول هذا، لا تقول ذاك، ذاك، ذلك. ما يصير تقول هذا، يضحكون عليك. فthis للقريب وذات للبعيد. باعوا لي هنا، هنا مو تفاحة واحدة، لا عندنا تفاحات، تفاحات هواي عدد. فيصير نستعمل this، ما يصير نقول these. شوفوا الإيد قريبة، these are apples، these. بينما هنا نش نستعمل، نستعمل those. شوفوا البعد، شوفوا هنا قرب وهنا بعد. Those are apples. ف this معناها هيج، هذا، that معناها ذلك، عفوا اكو خطأ مطبع هنا، ذلك، these معناها هؤلاء، و those معناها أولئك. أولئك هم أخطاء مطبعية بالكتابة العربية، ما لنا علاقة، المهم الترجمة، المهم تحفظون كتابة ذني باللغة الإنجليزية. those، these، that، this. فشنو؟ مرة ثانية: this, that, these, those. نظرة أخيرة، هسه نجي إلى الضلع الثاني وهو الصفات، adjectives. أهم شيء بالصفات ذن الجملتين اللي راح نعرفهن وراح نختم بهن هذا الضلع، وهي made from، comes from. made from مصنوع من، و comes from يستخرج من. الصفات هي هاي: glass, wood, leather, metal, rubber, wool, cotton, denim. إيش قد ما أشرح لك بذن الصفات، إذا ما تحفظهن بورقة وقلم أو إعادة أو قراءة أكثر من مرة ما راح تقدر توصل شيء، لأن هذا حفظ مو شرح. فهاي ترجمتهن: glass زجاج، wood خشب، leather جلد، metal معدن، rubber wool، cotton دينم. الدينم شوية يعني ما إلى كلمة مرادفة بالعربية، مرة نقول جينز، مرة نقول كوبوي، مرة ما إلى مرادف بالعربية، لأن قماش جديد على اللغة العربية، فما إلى أي شيء. فنقدر نسميه جينز، نقدر شو ترجمونه ترجمونه، المهم تعرفون الدينم إنه هو القماش المستعمل بالبناطير الكوبوي. يعني شو تكتبون، شو تريدون تخلون كلمة قدام خلو: glass, wood, leather, metal, rubber, wool, cotton, denim. تنقسم الصفات إلى قسمين، القسمين اللي يهموكم لازم تتعلمون، إن المادة تدرسوها مو ما شاملة كل شيء. فمن أقول لك قسمين معناها القسمين اللي أنتم تدرسوها، مو ماكو غيرها، لا أكو غيرها، أكو غيرها، بس ما تأخذونها بكتابكم.
فالصفات عندكم هسه الى لون وماده، لون وماده، يعني الشيء هذا بي لون وبي ماده. مادته شنو؟ هن ذني مواد جلاس وود ليذر ميتال والى اخره. لونه شنو؟ اللون مادته شنو؟ وايت بلاك جرين، طبعا مو نرجع على الالوان، ماخذيها انتم الالوان. ف كولر ماتر الماده. زين، منو يجي قبل منو؟ طبعا الكولر يجي قبل الماتر، ما يصير نقول جلاس وايت، لا نقول وايت جلاس، وايت جلاس اور ترانسبرت جلاس، شفاف. نجي هسه مثل هذا المثال، بلاك ليذر بوتس، بلاك ليذر بوتس، حذاء جلديه سوداء. فنقول بالانجليزي ما يصير تقدمون المادة على اللون، لازم اول شيء شنو؟ اللون، بلاك ليذر بوتس. هذا وصلت. الصفات تكتب بالترتيب الاتي، من هنا نبدي، من هنا نبدي من اليسرى للانجليزي، نبدي من هنا ويا اتجاه السهم. اول شيء الفعل، الفعل النوبل لون مثل ما اتفقنا، النوبل مادة، النوبل اسم، الاسم هو هنا البوتس، الفعل انا ما كاتب شيء قبلها هسه نجي. مثل ايش؟ That is a white metal spoon. That is، هنا الفعل هو is. Is. Is إذا أجدت بجملة وحدها بدون فعل رئيسي معناها is هي الفعل الرئيسي. Is. نعيد. Is وare جميع الأفعال المساعدة. إذا أجدت بجملة وهاي الجملة ما بها فعل رئيسي فمعناها هذن الأفعال المساعدة هي تصير أفعال رئيسية. شو تصير؟ أفعال رئيسية. فإز هنا أنا ما دام وحدها تصير فعل رئيسي. هسا عدنا نرجع الميد from وcomes from. شوفوا لي هاي الجملة، الحليب يستخرج من الأبقار، يصير نقول الحليب يصنع من الأبقار؟ ليش؟ هاي شغلة منطقية. ف made from معناها يصنع، مصنوع من، مثل jackets are made from denim. نقدر نقول most أكثر السترات، السترات مصنوعة من الجينز. و comes from milk comes from cows. milk comes from cows. الحليب يستخرج من الأبقار. يصير نقول السترات تستخرج من الجينز. ليش؟ لأن أكو شغلات تصنع مثل السترات وأكو شغلات تستخرج مو تصنع. مثل ليش؟ مثل النفط، مثل القماش، مثل هواي شغلات تستخرج ولكن لا تصنع، وأكو شغلات تصنع. مثل هسه السترات، شيرت، القمصان وإلى آخره. ما نريد نطول بهذا الموضوع. دخلنا إلى المنفذ الأخير، الضلع الأخير، وهو المعاكسات. hard soft، hard soft، line colorful، colorful، cheap expensive، thick thick، thin light، thick long short، صلب لين عادي ملون رخيص مكلف سميك نحيف خفيف ثقيل طويل قصير. hard soft plain colorful cheap expensive thick thin light thick long short. هذه المعاكسات مهمة وهي كذلك للحفظ. شكد ما أقرأ لك إياها ما راح يفرق إذا ما تحفظها. عندنا شيء مهم وهو مرتبط بالمعاكسات وهو and و but، عفوا but، and و but، and و but. and معناها و حرف عطف، و but معناها لكن، وهي للاستدراك، للاستدراك مثل ما أخذت بالقواعد. and تستخدم للربط بين الأشياء المتشابهة، هو طبعا عاطفة، شغلتين متشابهات سويهن شنو؟ تفيد المعية، تفيد الجمع بين الأشياء. بس بات تفيد الاستدراك، يعني سويت شيء قلت شيء وتريد تقول شيء مناقض له، شيء ما يتوازن وياه. فشنو هذا يسمونه؟ يسمونه استدراك للربط بين الأشياء المختلفة. بات
هي للربط بين الأشياء المختلفة. مثل ليش؟ عفوا، أول شيء and، و مثل ليش؟ I like reading book and learn more information. هاي شغلات متشابهة، ونجي أكو معلومة احتمال تفيدكم، يعني معلومة احتمال تفيدكم، وهي كل ما قصرت الجملة، كل ما الجملة اللي بعد and قصيرة، اللي بعد and اللي بعد الفراغ مثلا، خلينا نقول هم جابوا لكم فراغ، هاي الكلمة بها فراغ، لو تحط and ولو تحط but، باوع الجملة. إذا الجملة قصيرة معناها and، هاي غالبا هيك، لأن شنو؟ لأن الشغلات المتشابهة ما يحتاج نكررها، ما يحتاج نكررها، فمن تشوف الجملة قصيرة معناها and. نجي على but، خلنا ناخذ هاي الجملة، I like playing chess، شطرنج، chess، but I don't like reading magazine. I don't like reading magazine. ها، دائما don't تستعمل ويا but، ودائما الجملة اللي بعد but تكون شوية أطول، شوية أطول، بس الجملة اللي بعد and تكون شوية أقصر. ف and هي للربط بين الأشياء المتشابهة، و but للربط بين الأشياء المختلفة، تفيد الاستدراك. هاي القطعة الوحيدة اللي راح نقراها من اليونت الثاني، الوحدة الثانية، وهي مهمة لأن احتمال يجي منها قطع خارجية أو أسئلة. راح بس أقرأ، والترجمة موجودة قدامكم، والملف تقدرون تنزلونه من الوصف. Working in a busy hospital. Many people we know have been to a hospital or to see a doctor, but do you sometimes think about what it is like to work in a hospital? This is a doctor's story. Tell us about what you do every day. I am a doctor. I am a heart doctor or a surgeon. From Sunday to Thursday, I work in a hospital. I wear a uniform. It is a white cotton coat. انتبهوا على الترتيب. A white cotton coat and a thin white or a blue head scarf. I look after my parents and I try to make them better. I get up very early because I usually do operations. In the mornings, often I do operations in the mornings. In the afternoon, I visit the wards, يعني الورديات, and check on my patients. Is your job difficult? I work with a small team of other doctors and nurses. We are usually very busy. I often work for many hours. Some operations take a long time, perhaps 5 or 6 hours. It is a difficult job, but I love it. What are you doing now? Today is Saturday and it's my weekend. I am not working in the hospital. I am spending time with my family. We are, انتبهوا على spending time with my family. ليش قال spending time و I am. طبعا شغلة مهمة وهي الام هي واحدة من الأفعال المساعدة، I spending time with my family. We are shopping in the mall. Today we are looking for a winter clothes. My son is buying a warm denim jacket. My daughter is buying a thick sweater. I am buying comfortable shoes for work, but we are not shopping now. What are we doing? What do you do at the weekend? I spend time at home. I do washing and cleaning. I play with my children and I see my friends. I cook and I clean the house. Sometimes I play tennis when I feel tired. I read or watch TV.
إلى هنا انتهى الدرس. Thank you dear student for listening. Best wishes to all of you. You can contact me on these seats. Thank you all and best wishes to all of you.